بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا بيكم. النهاردة بإذن الله بارت 2 في بالنسبة للفاينل ريفيجن اللي بنجهزك فيه للامتحان بإذن الله. إحنا امبارح طبعا خدنا بوكلت، أخدنا سامري للرولز بتاعت المنهج بتاعنا كله، خدنا بوكلت 1 حلناه بالكامل بالتفصيل، البوكلتس اللي هي نازلة في موقع الوزارة. النهاردة بإذن الله هنستكمل الخطة اللي احنا حاطينها علشان نقدر نعمل ريفيجن مظبوط. برضو معايا اشركك معايا في ان انت علشان قلبك يبقى مطمن وداخل مرتاح، المفروض تعمل ايه؟ يلا كده معايا نبص سوا. احنا قلنا بالنسبة للفاينل ريفيجن بتاعنا، انا المنهج بتاعنا اصلا عبارة عن المنهج اهو 4 chapters، chapter 1 2 3 4 المفروض دي الموضوعات بتاعتها، ده المنهج اللي علينا. احنا عايزين علشان نمر على الكلام ده كله ونطمن على نفسنا، انا عملت لك خطة كده، ده خطة الريفيجن اللي علشان تبقى انت راضي عن نفسك. الرولز لازم تكون في دماغك كويس، بوكلت 1 و2 اللي بتوع الوزارة بتوع 2019 لازم يكونوا في دماغك، ولو كمان خلصتهم وعندك بوكلتس السنة اللي فاتت يا ريت يبقى جميل. في عندنا سكول بوك اكزامز في كتاب الوزارة، في 10 امتحانات كاملين، انت يا ريت تبص عليهم كده. وانا هحاول في الجنرال ريفيجن ده ان انا ادخل لك اسئله كتير من كتاب الوزاره من الامتحانات ده. احنا امبارح عملنا الرولز، السمري بتاع الرولز، خدنا بوكلت 1، النهارده باذن الله هنتكلم على بوكلت 2، ده اللي هنعمله النهارده باذن الله. يلا بقى عايزك بعد احنا ما راجعنا القوانين كلها بتاعتنا مع بعض كده واحدة واحدة، وعايز اسمعك وقول معايا، ما تقعدش مستمع انت تتكلم وترد علشان تشوف نفسك انت بترد صح ولا في حاجات محتاجة منك وقفة. طيب يلا يا جميل، ده سؤال نمبر 1، سؤال بسيط جدا، جايب لك اف اوف اكس، ده بيقول دي عايزين نجيب الانفليكشن بوينت، مين في الأربعة دول؟ أول ما يقول انفليكشن بوينت أكيد هتجيب اف دبل داش، أنا عندي دي الفانكشن الأساسية أهي، يلا نجيب اف داش، اعمل ديريفاتيف وبعدين نجيب اف دبل داش. طبعا لما أعمل ديريفاتيف هتطلع دي 3 اكس سكوير، اعمل ديريفاتيف يا باشا يبقى دي 12 اكس، اف دبل داش اعمل ديريفاتيف دي تطلع ب 6 اكس، ديريفاتيف دي تطلع ب 12، ده اف دبل داش خلاها ايكوال 0 تطلع الاكس ايكوال 2، اكس ب 2 يبقى لما اروح اعوض هنا اجيب الواي، يبقى نعوض هنا ب 2 نحط هنا نعمل سبستيتيوشن ب 2 طلعت الاجابه نيجاتيف 16، يبقى هي البوينت دي. حتى مجرد ما طلعت اكس ب 2 كان ممكن اختار دي على طول لان هنا مفيش 2، فانا بختار يبقى انا بس دي انا طلعتها عشان اطمن ان انا فعلا حساباتي صح، لكن انت مجرد ما طلعته تختار دي على طول. ادي سؤال بسيط وجميل وحاجه تفتح النفس. يلا نخش بقى على السؤال الثاني اللي اكبر شويه، واي ايكوال فراكشن، عايز يجيب دي واي باي دي اكس، لا ده دي عايزه نفس بقى وبالراحه. يلا كده مع بعضينا، دي واي باي دي اكس لما تلاقي فراكشن ايه اللي بنعمله؟ جدع، نعمل شرطه طويله داون سكوير، ادي اول حاجه، امشي واحده واحده كده عشان الدنيا تظبط معانا. يبقى داون سكوير ارجع اخد دي نحطها فوق من غير سكوير، تايمز الديريفاتيف اللي فوق، ديريفاتيف السك سكتان حافظينها وراجعناها امبارح، وبعدين ماينس نكتب اللي فوق اللي هي سك، ديريفاتيف الدينومينيتور، ديريفاتيف ال1 ب0، ديريفاتيف السك بسكتان. يا سلام، هنا سكتان وهنا سكتان، لما تلاقي سكتان سكتان خدها كومون فاكتور، هناخد سكتان كومون فاكتور. يلا نشوف اللي باقي، دي خدناها كومون يتبقى 1 بلس ساين، شيل سكتان يتبقى نيجاتيف سك، شيل السك مع السك يبقى اللي باقي ده سكتان اوفر ده اللي هي دي نمبر سي. اللي بعدها يا اولاد نمبر 3، فايند ايكويشن اوف تنجنت اند نورمال، اول ما يقول ايكويشن اوف تنجنت ونورمال على طول بتقول حاجتين لازم عشان اطلع ايكويشن اوف تنجنت.
الايكويشن نورمال لازم يكون عندي حاجتين، عندي بوينت ودي واي باي دي اكس ات ذيس بوينت. طيب يبقى لازم يكون عندي بوينت اكس 1 واي 1 وعندنا دي واي باي دي اكس. طب تعالى بقى لما نبص كده، انا عندي هنا اكس ايكوال ساين واي ايكوال تان والثيتا ب 40 بباي على 4. لو عوضت هنا باي على 4 وهنا باي على 4 هتطلع الاكس والواي. يلا كده حط 45، يبقى ساين 45 روت 2 اوفر 2 او 1 اوفر روت 2 ما تفرقش. حط هنا 45 يبقى تان 45 ب 1 ساين 45 روت 2 اوفر 2. يبقى البوينت اللي احنا عايزينها هي روت 2 اوفر 2 وروت 2 اوفر 2. طيب يلا بقى عايزين نجيب دي واي باي دي اكس. هنقول اكس ايكوال ساين، لما اجيب دي واي باي دي اكس ديريفاتيف الساين كوزاين. طب واي ايكوال تان تايم ساين، لما احب اجيب دي واي باي دي اكس دول برودكت لتو فانكشنز، يبقى نثبت الاولى ديريفاتيف الساين كوزاين بلس ثبت الثانيه الساين ديريفاتيف التان. قول 6 سكوير، شاطر. اول ما عملت كده نعمل بقى طب احنا عايزين ايه اصلا؟ عايزين دي واي باي دي اكس. اقول له دي واي باي دي اكس هي دي واي باي دي ثيتا تايم دي ثيتا باي دي اكس تشين رول. اقوم اشيل دي واي باي دي ثيتا واكتب كل ده، وبعدين دي ثيتا باي دي اكس عكس دي، دي اكس باي دي ثيتا، اما دي ثيتا باي دي اكس، ودي تنزل تحت. اعمل ديفايدد بقى يا جميل، كوزاين ثيتا تتشال مع ساين ثيتا، دي ثيتا يا اولاد، شيل كوزاين ثيتا مع كوزاين ثيتا، يتبقى تان بس. هنا ساين اوفر كوزاين بتان وبعدين سيك سكوير. احنا قلنا دي قلنا دي ثيتا مش اكس. بعد ما طلعت دي دي واي باي دي اكس، روح بقى اعمل سبستيتيوشن ب 45. لما اروح احط 45 في الاكس تطلع روت 2 على 2، هنا روت 2 على 2، يبقى البوينت روت 2 اوفر 2. اروح دي واي باي دي اكس اهي، مكان الاكس احط 45، مكان الثيتا 45، مكان الثيتا 45، tan 45 ب 1، tan 45 ب 1، 6 سكوير تطلع ب 2، يبقى 1 بلس 2 يبقى دي واي باي دي اكس ايكوال 3. انا قلت لك لازم حاجتين، بوينت ودي واي باي دي اكس، جميل قوي. يبقى انا لما احب اجيب الايكويشن اوف تنجنت، خلي بالكو احنا عايزين ايكويشن تنجنت، ايكويشن نورمال. مين يقول الرول بتاع الايكويشن اوف تنجنت؟ ايوه، واي ماينس واي 1 ايكوال دي واي باي دي اكس اكس ماينس اكس 1. واي نكتب تحتها واي بدل واي 1 اهي روت 2 اوفر 2. دي واي باي دي اكس جايبينها ب 3، اكس ماينس اكس 1 يبقى ماينس روت 2 اوفر 2. طب انا عايز ايكويشن نورمال، يبقى واي ماينس واي 1 ايكوال نيجاتيف 1 على دي واي باي دي اكس في اكس ماينس اكس 1، يبقى واي ماينس روت 2 اوفر 2 نيجاتيف 1 اوفر 3 اكس ماينس روت 2 اوفر 2. دي ايكويشن اوف تنجنت، دي ايكويشن اوف نورمال. عايز تعمل سمبليفاي اعمل، ممكن نعمل ملتبلاي 2 ملتبلاي 2 لو انت عايز تعمل سمبليفاي، سيبها كده مفيش مانع. سؤال الرابع، يلا كده فايند ذا اريا اوف ذا ريجون باوندد باي كيرف وكيرف. عايز الاريا بتاع الريجون اللي بتوين التو كيرفز دول. يبقى انا هقول لنفسي اولا لما بص للكيرف الاولاني، او هنجيب الانترسكشن بوينتس الاول، هقول له كده واي 1 وهنا واي 2، اعمل واي 1 ايكوال واي 2، دي اول خطوه عشان نجيب الانترسكشن بينهم. هعمل ده ايكوال ده، لما اعمل ده ايكوال ده اعمل فاكتورايز يا باشا، هتطلع الاكس بنيجاتيف 1 الاكس ايكوال 2. دي رسومات مشهوره، انت عندك يا ابني بسرعه كده قولها لك على الداتا بتاعتنا كده، ازاي افكرك اقول لك كام حاجه من الرسومات المشهوره بتاعتنا اللي لازم بسرعه ما تاخدش منك مجهود ولا تفكير. بص كده معايا، اول ما اقول اكس سكوير بلس رقم بلس اي، لما اقول اي ماينس اكس سكوير، ده بالنسبه للاكس سكوير. اول ما تلاقي كده اكس سكوير معروف الرسمه بتاعتها اهو، هنا اكس سكوير بلس اي، هنطلع عند الاي عند نقطه اي هنا، لو دي كانت 3 تبقى عند 3 وترسم البارابولا المعدول. لما تبقى اي ماينس اكس سكوير اطلع عند الاي بس نيجاتيف تطلع مقلوبه.
طيب دي رسمتين مشهورتين. طب لو قلت لسيادتك اكس كيوب، عايز ارسم دي بلس اي برضو، يلا بالمرة، اكس كيوب بلس اي واي ماينس اكس كيوب، هتقول نفس الفكرة يا ولاد. لما اجي ارسم دي من الحاجات الشهيرة عندنا، اكس كيوب ده في الفيرست والثيرد عاملة زي التعبان كده، بس تطلع عند الاي وترسم دي كده وترسم كده الكيرف بالشكل ده. طب لو ايه بس نيجاتيف اكس كيوب، نيجاتيف، يبقى انت هتيجي بدل ما ترسمها في الفيرست والثيرد ارسمها في السكند والفورس، ده الاكس كيوب. طبعا لو ما فيش ايه، كل دول هيبقوا من عند الاوريجن، برضو من الحاجات المشهورة يا حبايبي. لو جيت قلت لك 1 اوفر اكس، دي من الحاجات المعروفة رسمتها، يبقى بتترسم في الفيرست وارسمها في الثيرد، يبقى رسمة كده، يبقى اللي هي الرسمة دي والرسمة دي. طبعا مش لازم ارسم الرسمة كلها، لو هو قال لك خد مثلا من 1 ل 5 يبقى انت كله هتاخد في الفيرست كواد بس. طب جميل، دي حاجات رسومات مشهورة. طيب لما اقول لك عندنا تو كيرفز، عايز اجيب الاريا، بص لي الفرق بين الرسمتين اللي انا هقولهم لك دول. انا هرسم هنا واي اكسس وهرسم اكس اكسس، هرسم واي اكسس وهرسم اكس اكسس. بص بقى الكيرف 1 وكيرف 2 عشان عايز اجيب الاريا. لو انا جيت قلت لك عندي كيرف 1 كده كيرف 2 كده، قلت لك لو سمحت طلع لي الاريا هنا. طيب بص بقى كده، ده كيرف 1، ده واي 1 وده واي 2 مثلا. طيب ايه رايك لو انا عندي رسمه زي اللي عملناها امبارح كانت كده وكده، عايز اجيب الاريا ده اهي، ايه الفرق بين دي ودي؟ وده اهو هنقول نسمي ده واي 1 ونسمي ده هو واي 2. لو طلبت منك الاريا، طلبت من سيادتك الاريا، حد فيكم يقول لي بقى بالراحه هنا عشان كيرف 1 كيرف 2 هقول الاريا هي انتجريشن. طبعا لازم اشوف البدايه والنهايه، البدايه هنا 1 والنهايه مثلا 5، يبقى نقول انتجريشن فروم 1 تو 5، دي الباوندرز بتاعتنا. هنقول بقى هنا واي الكبيره ماينس واي الصغيره، واي الكبيره اللي هي دي اللي هي واي 2 ماينس واي الصغيره اللي هي واي 1 دي اكس. طبعا لو انا مش راسمها وعايز اعرف مين الكبيره والصغيره، جرب اي نمبر بتوين 1 اند 5، لما تختار رقم بين 1 و5 هتظهر لك ان دي اللي اكبر من دي. طيب بص بقى الفرق بين دي والفرق بين دي. لما اقول لسيادتك انا عايز ده هي اجيب الاريا، اوعى تقول هنقول هنا دي زيرو وهنا مثلا 6، وافترض ان دول اتقابلوا عند رقم 4 زي سؤال امبارح اللي كان في بوكلت 1، هل لما اقول الاريا هنقول من 0 ل 6 ونعمل واي 1 ماينس واي 2 او واي 2 ماينس واي 1؟ غلط. لكن بص على الرسمه، انت اولا الجزء ده هو لوحده هتلاقي الكيرف بين ده وبين اكس اكسس، يعني انت لو عملت اي شريحه كده صغيره هتلاقي الريكتانجل ده، وما هو الانتجريشن عباره عن سميشن ريكتانجلز، فالريكتانجل بين الكيرف ده وده فقط. ولو جيت في المنطقه ده هي يا اولاد هتلاقي الشريحه بتاعتنا الانتجريشن في البين اللي هو من 4 ل 6 بتوين ده وده. يبقى لو عايز اجيب الاريا غصب عني فروم 0 تو 4 دي حاجه، ومن 4 ل 6 حاجه تانيه. يبقى من 0 ل 4 هنقول واي 1 دي اكس، وهنا من 4 ل 6 تبقى واي 2 دي اكس. يبقى اجيب الاريا دي كل واحده لوحدها. اما دي تقول لي واي 1 ماينس واي 2 على اساس ان انت هنا لو عملت اي ريكتانجل كده، الريكتانجل ده اهو لو كملت كده هتلاقي دي عباره عن الجزء ده اهو واي الكبيره ماينس واي الصغيره، ده كاريا. يلا نروح بقى للسؤال بتاعنا اللي على الكمبيوتر بقى. يلا يا حبايبي، فايند اريا اوف ذا ريجون باوندد باي ذا كيرف. قلت لك يا ترى هنعمل واي 1 ماينس واي 2 ولا احنا قلنا هيحصل لهم انترسكشن هنا، ولا نجيب كل واحده لوحدها نرسمها ونشوف. دي رسمه مشهوره، الاولى 4 ماينس اكس سكوير، اطلع هنا وارسم كيرف مقلوب لان دي مساله مشهوره. ده لاين، حط اكس مره بزيرو يبقى الواي ب2،
حط الاكس مره بوان تشوف تطلع الرسمه جايه بالمنظر ده، هي دي الكيرف، هي دي المنطقه. يبقى واي كبيره ماينس واي الصغيره، واي 1 ماينس واي ماينس واي 2. طب لو انا مش عايز اطمن، اختار اي رقم بالنيجاتيف 1 و2 زي الزيرو، روح حط زيرو هنا يبقى الواي 2 ب2، حط زيرو هنا يبقى الواي 1 ب4، يبقى دي الاكبر. يبقى هنقول واي 1 ماينس واي 2 من 0 ل 2، شيل واي 1 واكتب 4 ماينس اكس سكوير، شيل واي 2 واكتب 2 ماينس اكس واعمل لها نيجاتيف، تبقى نيجاتيف اكس بلس 2. 4 بلس 2 ب2 ودي تطلع نيجاتيف اكس سكوير واكس، اعمل انتجريشن، نيجاتيف اكس سكوير تبقى نيجاتيف اكس كيوب على اكس على 3. هنا اكس لما تعملها انتجريشن اكس باور 2 على 2، دول ب2 2 يبقى 2 اكس، واعمل الباوندرز بتاعتك فروم نيجاتيف 1 تو 2، عوض ب2 2 2 ماينس نيجاتيف 1 نيجاتيف 1، تطلع الاجابه 9 اوفر 2. ده سؤال على الاريا والفوليوم. نقول اللي بعدها يا حبايبي، نمبر 5 اكس ايكوال سيك سكوير سيتا بلس 1، واي هنا كو سيك سكوير سيتا بلس 1، الواي كو تان سيتا، عايزين نجيب دي واي باي دي اكس. في طريقتين يا ولاد، انا عندي هنا اكس ايكوال كو سيك سكوير سيتا بلس 1، وعندي واي ايكوال كو تان سيتا. المطلوب عايز اجيب دي واي باي دي اكس، المطلوب عايز اجيب دي واي باي دي اكس. فانت عندك بقى حاجه، خليكم معايا كده في الداتا لو سمحتوا هنا يلا عشان بجاوب المساله كتابه. هنا حاجي هنا هقول ده عايزين دي واي باي دي اكس، في طريقه ممكن نقول دي ايكوال دي واي باي دي سيتا تايم دي سيتا باي دي اكس. يعني انا هعمل تشين رول، هنعمل تشين رول ده لو احنا ده طريقة. يبقى انا من هنا هجيب دي سيتا، هجيب من هنا دي اكس باي دي سيتا، وارجع اجيب من هنا دي واي باي دي سيتا، وبعدين استخدم التشين رول. دي طريقة صح. بقى في بقى حد تاني يقول لي ده اللي انا هحله بقى معاكو هنا، هقول لك مش هعمل ده، انا هحاول اجيب اكس ان ترمز اوف واي. ازاي؟ تقول لي ما هي دي كوسيك سكوير. احنا حافظين اصلا يا ولاد امبارح قلت لكم في قاعده مهمه، الكوسيك سكوير ممكن تكتب مكانها كوتان سكوير، والكوتان سكوير كوسيك سكوير، والتان والسيك. ازاي؟ في بص، عشان لو نسيت، لو نسيت انا بقول لك اهو، يبقى انت تبقى فاهم ازاي، تبقى مخك مرن. انت حافظ القاعده الاساسيه ان ساين سكوير سيتا بلس كوزاين سكوير سيتا ايكوال 1، ساين سكوير سيتا بلس كوزاين سكوير سيتا ايكوال 1. دي القاعده الاساسيه. لو انا جيت هنا عملت ديفايدد 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 كوزاين سكوير ديفايدد كوزاين سكوير ديفايدد كوزاين سكوير، وهنا هنعمل ديفايدد 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 ساين سكوير ديفايدد ساين سكوير ديفايدد ساين سكوير. بص يا جميل، ده تطلع لك تاني سكوير، وده 1 ايكوال 1 اوفر كوزاين سكوير اللي هي بسيك سكوير. ده تطلع ب1 ودي تطلع كوتان سكوير ودي تطلع كوسيك سكوير. إذا نقدر استنتجها، أنا استنتجتها أهو، لو عندي كوسيك سكوير ينفع أكتب مكانها ده 1 بلس تان سكوير، عندي كوسيك سكوير ينفع أكتب مكانها ده 1 بلس كوتان سكوير، والعكس لو عندي تان سكوير ينفع أكتب سيك سكوير ماينس 1، لو عندي كوتان سكوير ينفع أكتب كوسيك سكوير ماينس 1. أنا عايزك تبقى فاهم عشان يبقى مخك كده سريع. يلا بص معايا بقى كده على الكمبيوتر، يلا عشان نستخدم اللي انا قلته ده. انا عندي الاكس ايكوال كوسيك سكوير بلس 1، شيل الكوسيك سكوير ونكتب مكانها كوتان سكوير بلس 1، والبون ده زي ما هو، فبقت الاكس ايكوال كوتان سكوير بلس 2، الكوتان بواي، يبقى لما اقول لك كوتان سكوير يبقى واي سكوير، يبقى اذا دي هنكتب اكس ودي مكانها واي سكوير بلس 2. كده انا جبت الاكس ان ترمز اوف واي. احنا عايزين
دي واي باي دي اكس، يبقى انا هعمل براكت وهكتب دي واي باي دي اكس. يلا يا باشا، ديريفاتيف الاكس ايكوال 1، ديريفاتيف الواي 2 واي، بس نقول دي واي باي دي اكس. انا عايز اجيب دي واي باي دي اكس، يبقى نعمل ده تحت ده، يبقى 1 اوفر 2 واي. جميل، 1 اوفر 2 واي. طب ما تشيل الواي يا ابني واكتب كوتان، يبقى 1 اوفر كوتان، 1 اوفر كوتان اللي هي بتان، يبقى الاجابه هاف تايم تان سيتا. انهي واحده اهي؟ شايف يا ابني؟ خطوات خطوات بالراحه وبهدوء، الدنيا تبقى جميله معاك. طيب يلا كده يا جميل، هنا بقول لك بوينت موفز اون اكس اكسس، جميل، such that its velocity at any time is ده، يبقى هو جايب لنا الفيلوسيتي in terms of time. المطلوب عايز يجيب ماكسيمم فاليو. اول ما اقول ماكسيمم او اقول مينيمم يبقى لازم اجيب المينيمم، نجيب الاف داش. اف داش يعني دي في باي مين؟ باي دي تي، على حسب الفاريبل ده. لما اقول لك دي في باي دي تي ده فراكشن، شرطه طويله داون سكوير. كمل معايا، عملنا داون سكوير، ارجع اكتب تاني هنا من غير سكوير. ديريفاتيف اللي فوق، ديريفاتيف اللين 1 اوفر تي، بعد كده ماينس نكتب اللي فوق ديريفاتيف التي ب 1. اول ما عملت كده احنا عايزين ماكسيمم فيلوسيتي، يبقى الفي داش بزيرو، الفي داش اللي هي 1 ماينس لين تي على تي ايكوال زيرو كروس ملتيبليكيشن، يبقى لين تي ايكوال 1. اللين هي لوج بز اي، لوج بز اي للتي ب 1، يبقى اي باور 1 ايكوال تي، يبقى التي انهي واحده؟ اللي هي نمبر سي. شايف يا ابني؟ خطوات بالراحة تلاقي الدنيا جميلة وتقدر ما تغلطش وما تحصل لكش مشكلة. تعالى بقى هنا اكس واي ايكوال ساين اي اكس، دي المسألة المطلوب عايز يثبت ده. دي بقى من الافكار المتكررة اللي انت متعود عليها طول السنة، اول عينك ما تشوف المنظر ده تقول اكيد هنعمل دي باي دي اكس. دول حاجتين تايم بعض، ثبت الاولى ديريفاتيف الواي دي واي باي دي اكس بلس ثبت الواي ديريفاتيف الاكس ب 1 ايكوال، نكتب ايكوال ديريفاتيف الساين، يبقى نعمل الانجل اولا بايه وبعدين كوزاين اي اكس. كده انا عملت فيرست ديريفاتيف، هو طالب يا حبايبي سكند ديريفاتيف، يبقى نعمل براكت ونكتب دي باي دي اكس مره ثانيه. وممكن ما تعملش البراكت ده وتكتب ديفرنشيت ذا تو سايدز باي اكس او ديريفاتيف التو سايدز باي اكس، اي حاجه تنفع. دول حاجتين تايم بعض، ثبت الاولى ديريفاتيف ده ايه دي تو واي باي دي اكس سكوير بلس ثبت دي واي باي دي اكس ديريفاتيف الاكس ب 1، نرجع نعمل ديريفاتيف الواي بدي واي باي دي اكس، وهنا ديريفاتيف الكوزاين نعمل الانجل اولا فايه تطلع بره مع الاي تبقى اي سكوير، وديريفاتيف الكوزاين نيجاتيف ساين. بص على اخر سطر ده، هل ده المطلوب؟ واحده واحده، اكس دي تو واي باي دي اكس سكوير اهي صح، اللي بعدها 2 دي واي باي دي اكس، طب ما هنا دي واي باي دي اكس ودي واي باي دي اكس 2 دي واي باي دي اكس، ممتاز. هنا ساين اي اكس، طب ما انا عندي فوق خالص يا ابني ساين اي اكس هي اكس تايم واي، يبقى نشيل دي ونكتب اكس واي ونجيبها الناحيه الثانيه، يبقى تطلع دي كلها وديها الناحيه الثانيه بالبوزيتيف، يطلع المطلوب اوتوماتيكي. ده مساله نمبر 7، جميل قوي. يلا يا حبايبي نمبر 8، فايند ذا فوليوم اوف ذا سوليد جنريتد باي ريفولفينج ذا ريجون باوندد باي ذا كيرف واي ايكوال روت اكس اند اكس اكسس اند ستريت لاين x equal 9 about complete revolution about x axis. نقول تاني يا ولاد، احنا اتفقنا ان لما اقول لك revolution about x axis غير لما يقول about y axis. اول ما يقول لك هات الفوليوم، لو قال about x axis يبقى لازم فيها دي اكس وبعدين باي واي سكوير، لو قال لك about y axis لازم الانتجريشن دي يكون معاها دي واي، طالما قال لك اباوت واي يبقى دي واي، اباوت اكس يبقى دي اكس ومعاها باي اكس سكوير. هنا قال اباوت اكس اكسز، يبقى باي
واي سكوير دي اكس، وطبعا هنجيب الباون الحدود بتاعتي من فين لفين. انا بس في معلومه قلتها امبارح واحنا بنقول في بوكلت 1، اقولها تاني. هناك فرق بين، بص يا جميل لما اقول لك كده هناك فرق، بص الفرق بين دي والفرق بين دي. لما اقول واي ايكوال اكس سكوير، لما اقول اكس ايكوال واي سكوير، او واي سكوير ايكوال اكس. هنا لما اقول واي ايكوال اكس سكوير، لو عايزين نرسم الكيرف الجميل بتاعنا، ولو عايز ارسم الكيرف الجميل بتاعنا في الاولى، يبقى هنعمل سيمتريكال اباوت واي، يبقى الواي اهو، يبقى الكيرف كده. هنا سيمتريكال اباوت اكس، يبقى الكيرف كده. طب ما رايك لو انا جيت قلت لك واي ايكوال روت اكس، هتقول لي نعمل سكويرنج، يبقى الاكس ايكوال رو ايكوال واي سكوير. اكس ايكوال واي سكوير اهو، ده هو ده ولا لا؟ اه، يبقى الرسمه، يلا كده قول لي، يبقى الرسمه جايه كده. هتقول لي لا خلي بالك دي اصلها روت، اصلها روت، تقوم تلغي الحته اللي تحت. يبقى لو هي اصلا كده، يبقى الرسمه كامله اهي، لو فيها روت يبقى ناخد كيرف جاي كده فقط بس. يبقى خلي بالكم من المعلومات دي علشان ما فيش حاجه تلخبطك، يبقى انت تمام. يلا كده يا جميل، يبقى هنا هيقول لك بقى كيرف وكيرف نرسمها، واي ايكوال روت اكس، كلنا عارفين رسمه الروت اهي، وقال لك اكس الاكس اكس اهو، واكس ايكوال 9، ده هي دي المنطقه اللي عايزها، هيحصل لها ريفوليوشن اباوت اكس. يبقى انا لما اجيب الفوليوم هقول هنا، انت قلت اباوت اكس، يبقى فيها دي اكس، نقول له انتجريشن من 0 ل 9 واي سكوير دي اكس. الواي شيل الواي بقى، عشان لازم دي تبقى اكس اكس، شيل الواي وحط روت اكس واعملها سكوير تبقى باكس. اعمل انتجريشن، انتجريشن الاكس يبقى اكس باور 2 اوفر 2، ونقول من 9 ونعوض بقى ب 9، تطلع الإجابة 81 over 2 باي يونت فوليوم. دي مسألة نمبر 8. يلا أنا عايزك تبقى قاعد كده إيه، مبسوط إن الموضوع ملموم في دماغك، الحمد لله، وده نموذج الامتحان. آه ليميت بقى، ده يا ابني لو دي 2x لازم دي تبقى 2x، لو دي x لازم دي تبقى x بس. طب ما هي دي 2x مش x بس، ما هو لازم الباور ده هو ده. طب يبقى ال2 دي لازم اشيلها اطلعها بره، لان دي مالتي بلاي اهو، تطلع بره بهاف، ونكتب ليميت. المنظر ده هو احنا حافظينه، اول ما تشوف المنظر تقول لين 9، يبقى هاف لين 9. طب يا ترى هاف لين 9 مين في الاربعه دول؟ ولا واحده، لان دي لين 9 بس، دي لين 9 اوفر 2، دي لين 3، دي 9 اوفر 2، يبقى ولا واحده في الاربعه. تقوم بقى خليك ذكي بقى، انتوا عارفين اللين واللوج يا ولاد، بالمره معلش اوقف ثانيه كده واسمعني، في اللين واللوج، لو لوج او لين، ايه باور ان؟ الان بتنزل قبل اللين. العكس بقى، لو في نمبر معمول ملتبلاي اللين او اللوج يطلع في الباور. يعني لما اقول لك كده 5 لين 3، اول ما تشوف دي ينفع اكتبها لين 3 باور 5. لما اقول لك هاف لين 9 ينفع اكتبها كده لين 9 باور هاف. يا نهار ابيض، يعني دي معناها لين روت 9، لين روت 9 يعني لين 3. ادي معلومه لازم سيادتك تبقى كده عارفها كويس. يلا نروح بقى نشوف السؤال بتاعنا اهو، هاف لين 9، يبقى الهاف دي هتنط في الباور، بقت هاف باور 9 باور هاف، يعني روت 9، روت 9 يعني بسري اهو، الحمد لله موجوده. السؤال اللي بعده نمبر 10، اف اوف اكس هي حبايبي، بقول انكريزنج، يا ترى انكريزنج في كل الريل نمبرز، ولا في الار، ولا في النيجاتيف ريل نمبرز، ولا في البوزيتيف ريل نمبرز، ولا في كل الريل نمبرز ما عدا نيجاتيف 1. طيب ما هو انكريز وديكريز، هنجيب الاف داش، هات الاف داش يا ابني، ديريفاتيف دي 3 اكس سكوير، ديريفاتيف دي ب 3. بص لي على الاف داش،
لو بوزيتيف تبقى انكريز، لو نيجاتيف ديكريز، لو فيها حته بوزيتيف وحته نيجاتيف يبقى الحته البوزيتيف انكريز والمنطقه النيجاتيف ديكريز. دي انهي حاجه فيهم يا حبايبي؟ اه تقول لي لا خلي بالك ده دي سكوير، يبقى دي دائما بوزيتيف. لما تجيب مقدار دايما دايما بوزيتيف او زيرو وتزود عليه 3 تقول لي وحياة ربنا المقدار ده لا يمكن يطلع نيجاتيف، دايما دايما بوزيتيف. ويبقى ده دايما بوزيتيف في كل الريل نمبرز. طالما الاف داش بوزيتيف فور اول ريل نمبرز يبقى معناها الفانكشن انكريز اون اون اول ريل نمبرز، يبقى فور اول ار. ده الاجابه. طيب بصوا بقى، كوزاين باي واي بلس 2x بلس y سكوير ايكوال 2، وجايب لك دي اكس باي دي تي وجايب الواي وعايز دي واي باي دي تي، ده تشين رول، ده اسف دي اللي هي الريليتد تايم ريتس عشان فيها تي. بس في حاجه انت عايز دي واي باي دي تي، يبقى انت هتعمل دي باي دي تي للمساله. هذه الارقام تستخدم بعد الديريفاتيفز، ولكن الارقام دي ناقصه لها اكس لان جايب لك واي وجايب دي اكس واي تي. طب الاكس بكام؟ طب ما اروح اعمل سبستيتيوشن، شيل الواي حط 1، شيل الواي حط 1. يلا كده لما تحط 1 بقت كوزاين 1/8 اللي هي كوزاين باي، حط دي 2 اكس زي ما هي، شيل واي حط 1، كوزاين 1/8 نيجاتيف 1 تضيع ال 1، ودي 2 اكس ايكوال 2 يبقى الاكس ب 1. يبقى انا عندي الارقام اهو على بعضها بقى، اكس ب 1 الواي ب 1 دي اكس باي دي تي بنيجاتيف باي على 2 عايزين دي واي باي دي تي. هذه الارقام الثلاثه تستخدم بعد الديريفاتيفز. يبقى نروح نكتب الريليشن اهو ونعمل دي باي دي تي. اول ما اقول لك يلا نعمل ديريفاتيف للكوزاين تقول لي الانجل، اولا الانجل اهي، حد يعمل لي ديريفاتيف دي تبقى باي، وديريفاتيف الواي دي واي باي دي تي. المفروض هنا من غير نيجاتيف، بس الكوزاين هتبقى نيجاتيف ساين، دي من غير نيجاتيف يا اولاد ما فيش نيجاتيف هنا، يبقى الكوزاين بنيجاتيف ساين، بنيجاتيف ساين، يبقى النيجاتيف دي مش موجوده هشيلها لك دلوقتي. هنا ديريفاتيف ال 2 اكس يبقى 2 دي اكس باي دي تي، ديريفاتيف الواي سكوير 2 واي دي واي باي دي تي، ودي بزيرو، احنا قلنا ما فيش النيجاتيف ده. روح عوض بقى بالارقام، حط الاكس ب 1 والواي ب 1، لما احط الواي ب 1 بقت دي ساين 1/8. وبعدين حط هنا الدي اكس باي دي تي مكانها، كان مدهلنا بايه؟ اهو كان مدهلنا بنيجاتيف باي اوفر 2 اللي هي دي، وهنا هنعوض عن الواي ب 1 ودي واي باي دي تي ده اللي احنا عايزينها. يبقى كل حاجه عوضت كلهم عندي، يلا كده ساين 1/8 بزيرو، يبقى كل ده راحت. دي هتروح مع دي يبقى نيجاتيف باي، وهنا 2 واي دي 2 دي واي باي دي اكس ايكوال زيرو، كده اهو ده اللي بقى ايكوال زيرو. ودي دي الناحيه الثانيه بوزيتيف واعمل ديفايد 2 يبقى دي واي باي دي اكس ايكوال باي اوفر 2. جميل. يبقى خلي بالكم اهي، لا خلاص اسف اسف، يبقى دي عشان انا كنت عامل لها لينك. طيب كده يا حبايبي احنا عملنا لغايه دلوقتي 10 اسئله، ويا رب يكون كده فاهمين احنا كنا مشينا ازاي. انا عايزك بقى كده زي ما شفتني بتتحرك كده بكمل خطوات 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 وبالراحه وبعدين اختار. بس خلي بالكوا لان اي استعجال اي اضطراب تتخض في الامتحان لقيت سؤال عايز منك مجهود، ما تقلقش امشي خطوات فيه، اعمل خطوات وسيبه للاخر بعد ما تخلص ارجع له بقى تاني، لكن ما تقعدش جنب السؤال كده مخك واقف ومصر انك تعمله للاخر وضيعت وقت الامتحان. يبقى انت امشي خطوات خطوات وفي الاخر ظبط اجابتك او ارجع له تاني، اعمل عنده علامه كده وارجع له هتوصل معاك. يلا بقى شوف سؤال بقى محتاج مننا واحد مخه كده هادي. find the possible maximum area، يا خبر ابيض عايز maximum area. اول ما يقول بصوا لي هنا يا حبايبي، اول ما يقول لك ماكسيمم فوليوم، ماكسيمم اريا، مينيمم ديستانس، شورتست ديستانس، اي حاجه فيها ماكسيمم او مينيمم، مين فاكر ثلاث خطوات قولهم لي كده بسرعه. اول ما يقول لك ماكسيمم هتقول نجيب اكس ان ترمز اوف واي، ده اول خطوه. خطوه ثانيه نجيب ريليشن اللي فيها كلمه ماكسيمم، يعني قال لي ماكسيمم فوليوم اقول له فوليوم ايكوال،
المينيمم اريا والو اريا ايكوال، يبقى اللي هو بيقول عليها ادي الريليشن، وحولها لوان فاريبل، استخدم ستيب 1. ستيب 3 بقت عندك ريليشن، عايز ماكسيمم او مينيمم، تقوم تجيب الاي داش او الفي داش او الاف داش ان جنرال. يلا كده يا جميل، يلا هنا بيقول فايند بوس ماكسيمم اريا اوف ايسوسيلس تريانجل، يعني هنا اكس هنا اكس. طب البيز بكام؟ ولا اعرف، او ما اسميه واي، او الاحسن هنسميه 2 واي. ليه سميته 2 واي؟ عشان لما نزل بيربنديكولار يبقى دي واي ودي واي. ارجع تاني اهو، دي هننزل بيربنديكولار هنا. هو مدينا ايه في الجيفن يا حبايبي؟ قال لك اف ذا بارامتر 24، يبقى انا ستيب 1 عايز اجيب اكس ان ترمز اوف واي، ده بلس ده بلس ده ايكوال 24. يلا كده، يبقى انا هقول له 2 اكس بلس 2 واي ايكوال 24، ديفايد 2 ديفايد 2 ديفايد 2، هات الواي ان ترمز اوف اكس اهو، اكس ايكوال 12 ماينس واي، دي ستيب 1. طيب دي الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه يا حبايبي نجيب ريليشن. هو بيقول اريا، الاريا المفروض هاف بيس تايم هايت، هاف البيس ب 2 واي، الهايت اللي هو الاتش، بس كده تو انونز. طب ما انا اشيل الاتش دي يا ابني من الرسمه ده، ده بايثاغورس في التراينجل ده، دي واي ودي واي. يبقى لما اقول لك هات لي اتش سكوير هتقول لي اكس سكوير ماينس واي سكوير، يبقى الاتش بس روت اكس سكوير ماينس واي سكوير اهو. برضو هتقول لي ما زالت التو فاريبلز، عايزين نحولها لوان فاريبل، شيل الاكس دي وحط 12 ماينس واي، بس دي اكس سكوير، يبقى دي اتعمل 3، الاولى باور 2 الثانيه باور 2 فيرست تايم سكند تايم 2 اهو، فيرست باور 2 فيرست تايم سكند تايم 2 سكند باور 2. طب ما تشيل الواي سكوير مع الواي سكوير، بقت ستيب 2 1 فاريبل اهو، واي تايم الروت ده. ستيب 3 بقى عايزين نجيب ايه داش، دول حاجتين تايم بعض يا حبايبي، ثبت الاولى ديريفاتيف الثانيه، لما اقول لك اعمل ديريفاتيف دي دبل الروت تحت. طيب ديريفاتيف اللي جوه، اعمل لي اللي جوه ديريفاتيف، يبقى نيجاتيف 24، وبعدين بلس ثبت الثانيه ديريفاتيف الاولى ب 1 ايكوال 0، دي ستيب 3. اقعد بقى ظبطها هنا، دي تروح مع دي تطلع نيجاتيف 12 واي على اللي تحت دي، وتروح الناحيه الثانيه ب 12 واي بالبوزيتيف ايكوال الروت. كروس ملتيبليكيشن، لما اعمل كروس ملتيبليكيشن ده تايم ده الروت يتشال، يبقى 100 بقت كده 144 ماينس 24 واي ايكوال 12، هات ال 12 مع ال 24 يبقى 36، كده يبقى الواي تطلع ب 4. هو كان السؤال يا حبايبي طالب ايه؟ كان السؤال طالب مش الواي، قال لك هات لي الماكسيمم اريا، يبقى انا اقول له ذا ماكسيمم اريا ايكوال ده الماكسيمم اريا، شيل الواي حط 4، شيل الواي اكتب 4، كالكوليتر تطلع الماكسيمم اريا. ممتاز، ادي مساله. طيب تعالى السؤال اللي بعده، واي ايكوال اكس ساين اكس، عايزين دي واي باي اكس، مين في الاربعه دول؟ انا هختار دي. هتقول لي اخترتها ازاي؟ اقول لك يلا نحلها مع بعض. في اولاد هناك فرق قبل ما احلها المساله، قبل ما احلها انا قلت لكم امبارح في ثلاث حاجات لازم لازم تبقى انت عارفهم كويس جدا، دي حاجات يا ابني اي بي سي بالنسبه لك، زي بالظبط ما انت خلاص في ثانويه عامه لو حد سالك قال لك اريا اوف ترانجل تقول هاف بيس تايم هايت، ما بتفكرش. في برضو حاجات خلاص لازم تبقى جزء منك زي ده. بص كده معايا الثلاث حاجات لازم تبقى عينك عارفه الفرق بينهم. بص يا حبيبي، لو قلت لك كده واي ايكوال مثلا اكس باور 3، ادي واحده، تعالى بالثانية y equal 3 power x، التالتة y equal x power x، تلات حاجات لازم تعرف الفرق ما بينهم. دي لو عايز اجيب y داش ببساطة نزل الباور نقص 1 يبقى 3 x power 2، خلصت. طب دي نزل الباور نقص 1، حياة ربنا ازعل منك لو قلت كده، امال دي نعمل ايه؟ ده اكسبوننشال فانكشن، يبقى لو عايز واي داش تعمل ديريفاتيف الباور اولا خلاص ب1، يلا يبقى ديريفاتيف يبقى 3 باور اكس تفضل ب3 باور اكس زي الاي بالظبط، ما هو ديريفاتيف الاي بي اي،
ديريفاتيف 3 ب 3 وبعدين تزود لين 3. طب ده اهي دي بقى دي اللي عايزك تاخد بالك منها كويس. لو جيت قلت لك دي هتقول لي نعمل لين يمين لين شمال، يعني هعمل كده لين ايكوال لين، هنعمل لين يمين ولين شمال، يبقى ده اهي لين واي، لما تحط لين هنا الباور ينزل يبقى اكس لين اكس. طب كويس قوي. بعد ما عملت ده يلا نعمل ديريفاتيف، اعمل لي ديريفاتيف لدي، شيل اللين واكتب واي تحت في الديريفاتيف اللي تحت اللي هي الواي داش، دول حاجتين تايمز بعض، ثبت الاولى ديريفاتيف اللين 1 اوفر اكس بلس، ثبت الثانيه لين اكس ديريفاتيف الاكس ب 1، ده هتروح مع ده وكروس مالتيبليكيشن، يبقى الواي داش ايكوال واي وبعد كده هنا 1 بلس لين اكس. ممكن تقف لغايه هنا وممكن تشيل الواي وتكتب اكس باور اكس وبعد كده 1 بلس لين اكس. ده لما كانت فاريبل باور فاريبل، يبقى لازم احط لين يمين لازم احط لين شمال، دي على طول دي لازم تبقى كده في دماغك، فاريبل باور فاريبل احط لين يمين لين شمال وانا مغمض. لكن لو رقم باور اكس يبقى دي اللي بيبقى اللي هو زي اي باور اكس، تفضل اي باور اكس تايم ديريفاتيف الباور 3 باور اكس، تفضل 3 باور اكس تايم ديريفاتيف الباور. يلا كده يا جميل السؤال بتاعنا واي ايكوال اكس ساين اكس. لما اقول لك احسب دي هتحط لين يمين لين شمال، الساين هتنزل قبل اللين اهو، اعمل بقى دي باي دي اكس. لما اعمل دي باي دي اكس دي لين شيل اللين واكتب واي في الديريفاتيف تبقى واي داش، هي دي واي باي دي اكس، دول حاجتين تايم بعض، ثبت الاولى ديريفاتيف اللين ب 1 اوفر اكس بلس، ثبت اللين ديريفاتيف الاكس الساين بكوساين، اعمل كروس مالتيبليكيشن يبقى دي واي باي دي اكس ايكوال ده. طب ما هو الواي شيلها واكتب اكس ساين اكس، هيطلع الاختيار اللي انا اخترته لك من شويه. مسألة تانية، اعمل لي انتجريشن لده. اول ما تلاقي فراكشن يا ابني، انا السؤال اللي بيجي في ذهني على طول اول ما الاقي انتجريشن لفراكشن بسأل نفس سؤال، هل اللي فوق ديريفاتيف اللي تحت؟ اه، يبقى لين ابسوليوت اللي تحت، يبقى المفروض لما اجي اعمل انتجريشن لدي يبقى ده ديريفاتيف ده الاف داش وده الاف، يبقى نعمل لين ابسوليوت اكس. هتلاقيني كتبت لين اكس من غير ما احط ابسوليوت. ليه ما حطيتش ابسوليوت؟ لان الارقام اللي هتستخدم كلها بوزيتيف، انا بحط ابسوليوت خوفا ان دي تطلع نيجاتيف، فلين نيجاتيف بتبقى ايرور، فانا عشان شايف ان دول بوزيتيف فما اخترتش. نعوض ب 90 اللي هي باي على 2، بعدين ماينس نعوض ب 45، يبقى الاجابه لين 90 ماينس لين 45. ساين 90 ب 1 بقت لين 1، لين 1 ب 0، ساين 45 ب 1 اوفر روت 2 او روت 2 على 2، يبقى الاجابه نيجاتيف 1 اوفر روت 2. انهي اختيار من الاربعه؟ ولا واحده. يا نهار ابيض، يعني المساله غلط؟ لا. طب احنا غلطنا؟ لا برضو، يبقى انت ناقص لك خطوه. يبقى لما ما تلاقيش الاجابه طلعت ما تقولش انا غلط، يبقى انا ناقص لي خطوه. مش انا قايل دي كانها نيجاتيف 1، الباور ده اهو اللي هو الرقم اللي جنب اللين ينط في الباور، يبقى الاجابه 1 اوفر روت 2 باور نيجاتيف 1. يا سلام، لما تلاقي فراكشن باور نيجاتيف هنقلبها، يبقى الاجابه لين 2 اللي هي دي. دي مساله رقم 14. يلا يا اولاد رقم 15، 15 فيها A و B. دايما يا ولاد في الامتحان بيجي لك A و B، انت ابتدي بالسؤال الاسهل لك وسيب التانية للاخر. يعني انا لو لقيت A اسهل ابتدي بيها، لقيت B اسهل ابتدي بيها، واسيب التانية لما اخلص بقية الامتحان ارجع للي هو اللي انا كنت سايبها، لان هو في الامتحان هيصحح لك واحدة بس، يبقى عشان وقت الامتحان، عشان ما تجيش تقولي ما لحقتش احل سؤال اساسي. هنا ده المسألة، فايند لوكال ماكسيمم فاليو لوكال مينيمم فاليو،
اند انفليكشن بوينت. طب ما دي سهله قوي، ده دي ايه ده اسهل، هنجيب اف داش ونساويها بالزيرو، هتطلع الاكس بحاجتين نيجاتيف 2 او بوزيتيف 2. مين في دول ماكسيمم مين في دول مينيمم؟ في طريقتين، يا اما نرسم نمبر لاين نطلع الانكريز والديكريز، يا اما نجيب الاف دبل داش زي ما انا عملت كده، هنعوض بنيجاتيف 2 هتطلع النتيجه نيجاتيف، وحياه ربنا ماكسيمم. طب نعوض بالتو، يا خبر ابيض طلعت بوزيتيف، او اللي يبقى دي مينيمم. طيب عايزين الانفليكشن، خد اف دبل داش سواها بزيرو اطلع الاكس بزيرو. يبقى انا هروح بقى للسؤال اقول له اكس ايكوال نيجاتيف 2، اروح على الاصل عشان تطلع الفاليو على الاصل عشان نجيب الواي، طلعت 28. طيب ده خلي بالكوا دي ماكسيمم بوينت، هو طالب ماكسيمم فاليو، بقول له الماكسيمم فاليو از 28. نروح على الاصل نعوض ب 2 نعوض ب 2 هتطلع الاجابه نيجاتيف 4، ده بوينت هو عايز الفاليو، يبقى الفاليو نيجاتيف 4. ارجع بقى الانفليكشن، خد الزيرو عوض على الاصل طلعت ب 12، يبقى دي انفليكشن بوينت. ده سؤال رقم 15 بي بقى، دي بقى اللي طويلة شوية، يعني لما تيجي تقارن 15A ب 15B، لا ده أنا لو في الامتحان أحل A وأنا مطمن، لأن B طويلة أكتر. Prove that measure of the inclination angle of the tangent to the curve ده at the inflection point with positive direction of x-axis is 45. عايزين نسبة ان الانكلينيشن ان التنجنت ميكس 45 مع الاكس اكسس. ما هو انا عشان اجيب الانجل يا اولاد لازم اجيب اف داش، واف داش اسميها تان سيتا، بس المشكله نعوض عن الاكس بكام؟ قال لك عوض عن الاكس بالانفليكشن بوينت. طب بالراحه ادي الاف اوف اكس، يلا نجيب الاف داش، ده فراكشن شرطه طويله، امشي معايا بالراحه لان الدنيا عايزه كده بهدوء. شرطه طويله داون سكوير، ارجع اكتبها فوق من غير سكوير، في الدريفاتيف الاكس ب 1 ماينص، اكتب الاكس، الدريفاتيف اللي تحت نيجاتيف 2 اكس. ظبط بقى، دي على بعضها تطلع كام؟ بوزيتيف 2 اكس سكوير، ودي نيجاتيف اكس سكوير، يبقى تطلع 1 بلس اكس سكوير. ده الاف داش دي اللي هناخدها نكتب مكانها تان سيتا في الاخر هنا، تان سيتا ايكوال ده. يلا نجيب اف دبل داش عشان نجيب الانفليكشن بوينت. اف داش اهي، لما تجيب اف دبل داش اعمل داون سكوير مره تانية، ونرجع نكتب ده، نكتب الاصل اللي هو الداون الاصل، ديريفاتيف اللي فوق ب 2 اكس ماينس، اكتب اللي فوق، ديريفاتيف ده البراكت باور 2 نزل الباور نقص 1 في الديريفاتيف اللي جوه. يلا نعمل سمبليفاي، هنا في 1 ماينس اكس سكوير، هنا في 1 ماينس اكس سكوير، هنا يوجد 2x وهنا في 2x. طب ما ناخد كومون فاكتور 2x واخد 1 ماينس x سكوير كومون، يبقى دي خدناها كومون وخدنا من هنا واحده، يبقى الباور 2 تروح، يتبقى 1 ماينس x سكوير. خدنا 2x دي كومون وخدنا دي كومون، هيتبقى نيجاتيف في نيجاتيف ببوزيتيف، 2 هضربها في الاولانيه اضربها في الثانيه. دي اولا ايكوال زيرو، دي هتتشطب مع دي اهو، يعني ده اهي هشطبها مع ده اهي، يبقى اللي باقي 2 اكس بس، شفت دي اتشطبت خلاص مع واحده من دي، وباقي وقت 2 1 ب 3 ودول مع بعض باكس سكوير ايكوال زيرو، لان انت لما تعمل كروس مالتيبليكيشن. طيب بعد كده يبقى يا اما الاكس بزيرو يا الاكس سكوير بنيجاتيف 3 ما تنفعش، يبقى الاكس بزيرو هي دي اللي هنعوض بيها هنا بقى. يبقى نيجي بقى هنا ننزل لتحت كده اهو، اكتب تان سيتا، تان سيتا ده اللي هي الفانكشن اللي هو مديها لك اهو، تان سيتا. طب شيل الاكس وحط كام؟ زيرو، شيل الاكس وحط زيرو، يبقى طلع تان سيتا ب 1، تان سيتا ايكوال 1، يبقى السيتا ايكوال 45 زي ما كان قايل. سؤال طويل شوية بس كان البديل منه 15A. رقم 16 انتجريشن 1 بلس تاني سكوير. طب ما هي دي على طول، والتاني سكوير ممكن اشيلها واكتب سيك سكوير ماينس 1، فال1 ما تروح مع ال1، يبقى الاجابة تطلع دي على طول بسيك سكوير. كلنا حافظين انتجريشن سيك سكوير بتان بلس سي، يبقى انهي اجابة؟ اهي رقم 17 يا حبايبي، if the curve of the function
passes through the point ده dy by dx equal ده find f of x. طالما عندي dy by dx وعايز الواي، ما هو f of x الواي، يبقى انا عندي dy by dx. بس خلي بالكو المفروض نعمل عشان نجيب الواي اعمل انتجريشن، يبقى دي مش دي واي باي دي اكس يا ولد، ده هي واي واي دي واي، لان ده دي واي باي دي اكس من غير انتجريشن، يعني من غير انتجريشن دي واي باي دي اكس، يبقى دي معلش شيلها كده واكتب واي اهو. بس عشان اعمل انتجريشن لده ما ينفعش، خلي بالكوا يا ولاد بصوا لي هنا عشان برضو بالمره، لازم لما اعمل انتجريشن للاي اقف حذر. لو اي باور لينير يعني فيرست ديجري يعني اكس باور 1 عادي، اما لو كانت الاكس باور 2 او باور غير ال1 مش عادي، لازم تاخد بالك زي كده. بص يا جميل، انتجريشن اي باور 5 اكس بلس 1 دي اكس، بص كده انتجريشن اي باور 5 اكس سكوير بلس 1 دي اكس، دي عادي، دي لازم تصحصح. دي هنا بقى انتجريشن لدي، طالما ده هي لينير انتجريشن الاي بي اي باور 5 اكس بلس 1 ونعمل ملتبلاي 1 اوفر 5 بلس سي اللي هو الكوفيشن. دي معرفش، دي اسف تقول له كده اسف، معرفش معرفش اهو ثبتها لك اهي. امال بقى اعرف امتى؟ لو كانت كده اهو، لو كان انتجريشن اي باور 5 اكس سكوير بلس 1 دي اكس، وجيت قلت لك هنا فيه اكس، هنا اعرف، لان لازم يكون اللي هنا ديريفاتيف اللي هنا. طب ديريفاتيف دي بتن اكس، يبقى دي ناقصه تن بس، او ما زودتن 1 على تن كده تتحل، يبقى ال1 اوفر تن اهي. طالما ده ديريفاتيف ده، يبقى انتجريشن الاي بي اي باور 5 اكس سكوير بلس 1 بلس سي. يبقى خلي بالكوا دي لو ده ما هوش فيرست ديجري لازم يبقى في الديريفاتيف بتاعها هنا. فانت تعالى بقى معايا في السؤال بتاعنا، يبقى انا هقول له ده اهي، دي كانت ناقصه 2 وناقصه وهنا هاف، الهاف دي تنزل، ده ديريفاتيف ده، يبقى الواي هشوف دي الواي دي اكتبها مكان دي، يبقى الواي ايكوال الهاف، ونقول له انتجريشن دي بدي. طب انا عايز اجيب السي، ما هو اديك بوينت اهو يا ابني، اعمل اكتر من كده ايه؟ حط الاكس الاكس ب 0 والواي ب 3 اوفر 2 طلعت السي ب 1، السي ب 1 عوضت تطلع الواي اهي. مين هنا في الاربع اجابات هتقول لي دي؟ لان دي باور نيجاتيف تنزل تحت باور بوزيتيف، خلي بالكوا دي طلعتها فوق بقت اي باور نيجاتيف اكس سكوير، دي رقم 17. 18 يا اولاد السؤال الاخير، فايند انتجريشن، ده 18 فيها ايه وبي، دي مساله انتجريشن باي سبستيتيوشن، اخد اللي جوه اسميه بواي. تعرفوا ليه لو دي كانت روت كنا خدنا الروت على بعضه هو اللي بواي، يعني في فرق يا اولاد بين حاجتين، برغم اني مستعجل لكن ماشي اقولها لك بالراحه. بصوا الفرق بين ده، لما اقول لك انتجريشن اكس سكوير روت اكس بلس 1 دي اكس، غير لما اقول لك اكس سكوير وبعدين اكس بلس 1 باور 5 دي اكس. لما تيجي تعمل سبستيتيوشن هنا وهنا، الافضل لما تقول له واي تاخد الروت على بعضه اكس بلس 1 وتكمل بقى، يبقى الواي سكوير ايكوال اكس بلس 1، يبقى الاكس ايكوال واي سكوير ماينس 1، وبعدين تقول له دي اكس ايكوال 2 واي دي واي. اما هنا خد اللي جوه فقط، تقول له واي ايكوال اكس بلس 1، يبقى الاكس ايكوال واي ماينس 1، يبقى الدي اكس ايكوال دي واي. يبقى لو فيه روت ناخد الروت على بعضه، لو براكت باور عادي يبقى خد اللي جوه بس، دي اسهل لك عشان تبقى دي حاجات سريعه. يبقى انا عملت سبستيتيوشن كده، جبت الاكس لوحدها وهنجيب دي اكس، يبقى ايكوال دي واي. روح بقى المساله عباره عن ثلاث مقادير، المقدار ده هو اكس، اكتب مكانها واي ماينس 1، وهنا واي باور 8 ده اللي هو الواي، ودي على باور 8، ودي اكس اللي هي دي واي. خد دي طبعا دي براكت باور 2 يتكتب 3
فيرست بار 2 فيرست تايم سكند تايم 2 سكند بار 2. خد الواي بار 8 تعملها تايمز الاولى تايمز الثانيه تايمز الثالثه اهو. دي مساله عاديه بقى. واي بار 11 اوفر 11 باور 10 اوفر 10 باور 9 اوفر 9. شيل الواي واكتب اكس بلس 1 اكس بلس 1 اكس بلس 1. دي مساله نمبر 18 ايه باي سبستيوشن. 18 بي انتجريشن باي بارتس. لما يجي يقول لك اعمل لي انتجريشن، بصوا يا حبايبي، اكس اي باور اكس دي اكس، هتقول لي دي الجبريك اكسبريشن ودي اكسبوننت. في حاجه سميناها ليت. ليت يبقى لما اقول ليت هنا يبقى معناها لما اكتب واي واكتب دي زد، هنكتب تحت الواي دي واي وتحت دي زد. الواي ناخدها مين؟ بالاكس، عشان تبع الليت الالجبريك اكسبريشن قبل الاكسبوننت. والدي زد هناخد اي باور اكس. اعمل ديريفاتيف 1، اعمل انتجريشن باي باور اكس، ونعمل بقى ده. اما السؤال بتاعنا كان اكس باور 3 اي باور اكس سكوير دي اكس. لو انت خدت الواي باكس باور 3 والدي زد باي باور اكس سكوير، هتعرف تجيب دي واي 3 اكس سكوير دي اكس. اما لما تجيب زد تقول لي اسف اسف معرفش. معرفش ليه؟ لان دي باور 2. اقوم اروح للسؤال بتاعنا اقول له بقى هقسم الاكس باور 3 ده اهي اكس سكوير واكس، عشان يبقى ده ديريفاتيف ده، بس دي اكس سكوير اقوم ازود 2 وازود هاف، ونعمل دي نسميها واي ودي اسمها دي زد. خلي بالكم الفكره دي يا اولاد. ونعمل بقى دي نعمل لها دريف انتجريشن سهله ودي دريفاتيف سهله، ونعمل ده تايم ده ماينس انتجريشن دول في بعض. يا سلام على الجمال. ده هو ده. دي بقى هتنزل زي ما هي، ودي طالما ده دريفاتيف ده بقى الانتجريشن هي الاي نفسها. خد الهاف اعملها ملتبلاي الاولى، هاف اعملها ملتبلاي الثانيه بلس سي. كده يا حبايبي المراجعة اللي احنا عملناها، الخطة اللي كنا عاملينها. تعالوا بقى نقول عملنا ايه فيها عشان ايه اللي باقي. انا قلت لك بارت 1 اللي هو رولز بتاع السمري قلناه، بوكلت 1 قلناها، بوكلت 2 قلناها. عملنا عملنا دول عملناهم رولز وبوكلت 1 وبوكلت 2. يبقى احنا باقي لنا نعمل جنرال ريفيجن. هدخل كتير قوي مسائل سكول بوك اكزامز هدخلها فيها ان شاء الله. ده كده اللي هي بكرة بإذن الله هيبقى برضو من 10:30 ل 11:30 إن شاء الله الصبح قبل الصلاة. بإذن الله هناخد بقى جنرال ريفيجن على الكالكولس. هذا ما تم إراده وتيسر إعداده وقدر الله لنا قوله. أشوفكم بكرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.